السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. 124 من سورة المائدة. وبداية، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور رحيم. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم
فأصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحل لكم، أجت لام ساكنة، لام متحركة، لام متحركة، ثلاث لامات ورا بعض، فتنتهوا. أحل لكم، أحل، ما تشديش على اللام الأولى، أحل، لا، أحل، أحل لكم، وانتبهي لإتمام الحركة. ص صيد، ص صيد. ط طعامه، و وليس و، انتبهوا، و وط وطعامه، حرما، حرما، تحشى، تحشرون، تحشى، تح، على وضع الابتسام الخفيف اللي حكينا عنها، حرف الحاء. والهد، والهدية، والهدي، لو بدي أوقف عليها، فرضا نفسي انقطع أو اختباري، والهدي، والهدي والقلائد، وما في الآ، وما في الأرض، وما في الأرض، ضي، وما في الأرض، في حال الوقف وفي حال الوصل الضاد، انتبهوا. شديد العقاب، غفور غفور رحيم. طبعا هنا غفور رحيم كم راء؟ الراء الأولى المضمومة، الراء الثانية الساكنة، الراء الثالثة المتحركة، والساكن والمفتوحة دول بشدة، يعني ثلاث راءات، تمام؟ الخاء، الخبيث، الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب، الخبيث، تمام؟ تسؤ، تسؤ، تسؤكم، تسؤكم، الهمزة، انتبهوا الهمزة، ما تقولوش تسؤكم، غلط، تسؤكم، يعني الهمزة على وضع الساكن والميم على وضع الساكن. تبدا، تب، تبدا، غفور حليم. طبعا غلطت فيها، فمش معقول اروح امسح الفيديو واعيده مرة تانية عشان صححتها على طول، الحمد لله، فعذرا يعني.
قد قد من قبلكم. عملية الفتحة في الفم قريبة من عملية السكون الحركة قد د على نفس الوضع. ليش؟ لأني ما بفتح تمي قا قا لا قا عشان بدي أتمم تفخيم القاف، والقاف هنا قاب كله على وضع الساكن قا قاب. فشغلي في التفخيم كله لجوة، فتحة خفيفة فقط، هي نفس وضعية الساكن تقريبا أو زيادة شوي. ثم أصب، انتبهوا أصب لا هي أسهل على الفك وعلينا أنا أصح لا. ثم أصبحوا انتبهوا ولا وصيلة ولا حام يفترون طارون انتبهوا. وأكثرهم روهم وأكثرهم لا يعقلون. سبحانك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.